نحن أبناء وطن واحد نحبه ونرضيه ونحب كل ما فيه، نحب مستقبله وحاضره وماضيه، نحب أقباطه ومسلميه. كل واحد من الزملاء يلقي كلام، فطلعت انا اتكلم لسه التلميذ، وبعدين قلت ابيات من الشعر مؤثره، والستات هاتي عياط وانا هاتي شعر وهم هاتي صراخ، وبعدين القسيس قال لي كفايه يا ابني على كده انزل. احنا نقول اللي يدي للعامة حقه يبقى مفتح. الحياة الحقيقية هي حياة الروح، روحك بتحيا، لأن روحك هي صورة الله ومثاله. إن عاشت روحك عيشة سليمة تبقى أنت بتحيا حياة حقيقية. فابحث روحك موجودة فين.